حميد شباط الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال. 967 مصوتا حسموا في الاختيار بين مرشحين عبد الواحد الفاسي وحميد شباط، لتكون نتيجة التصويت لفائدة شباط بفارق 20 صوتا. لقد مارس عملية الفرز وإحصاء الأصوات في جو من الشفافية والديمقراطية، وذلك تحت رئاسة رئيس المؤتمر وأعضاء مكتبه وبحضور 3 ممثلين عن كل مرشح، المرشحين حميد شباط وعبد الواحد الفاسي. وتمت العملية بكل دقة، والفرز وإعادة الفرز، وقد أسفرت النتيجة عن فوز لحميد شباط ب 478 صوت، وذلك بفرق 20 صوت على المرشح الثاني عبد الواحد الفاسي. بالتأكيد على أهمية العمل المشترك بين كل أقطاب الحزب، يعلن الأمين العام الجديد عن أولى ملامح التوجه المستقبلي. حقيقة أن هذا اليوم هو يوم مشهود ويوم تاريخي في تاريخ حزبنا الحافل بالإنجازات والانتصارات. هذه الديمقراطية اليوم هي التي نجحت، ونحن جميعا كاستقلاليات واستقلاليين نفتخر بأن الديمقراطية هي اللي نجحت اليوم. وأنا والأخ عبد الواحد الفاسي سنظل جنبا إلى جنب من أجل تدبير شؤون حزب الاستقلال. أريد في هذه المناسبة أن أهنئ الأخ حميد شباط على نجاحه في هذه التجربة الأولى، وهي تجربة الديمقراطية داخل المجلس الوطني. وبطبيعة الحال كانت النتيجة هي 478-458، معناه أننا نمثل تقريبا مجموع المجلس الوطني. مرحلة جديدة في مسار حزب الاستقلال تؤرخ لها صناديق الاقتراع عبر إرساء قواعد الاختيار الديمقراطي بين أعضاء الحزب. لقد مر المؤتمر في شطرين، في جوين من الأخوة والمحبة، وهكذا دون أن أطيل عليكم أريد أن أقدم التهاني الحارة الخالصة كأمين عام. انتهت مهمته اليوم في هذه الدقيقة، انتهت مهمتي كأمين عام، وأسلم المسؤولية طبقا لإرادتكم، طبقا لإرادتكم للأخ عبد الحميد شباط. ويرتقب أن يشرع ابتداء من هذه الليلة في انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، استكمالا لهياكل هذه الهيئة السياسية وتتويجا لأشغال المؤتمر الوطني الأخير للحزب.